أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء من قناتنا الأخبارية. شكل المجلس الرئاسي المقترح غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد منتسبي تنظيم الدولة في المنطقة الواقعة بين أجدابية ومدينة سرت. وقال المجلس في قرار له أنه يحظر أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أو أي عملية قتالية في نطاق حدود المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة. كما نص القرار على تسمية العقيد يوسف راتب خليفة رئيسا للغرفة وعضوية كل من أبو بكر الساكر، عبد الحميد السنوسي، وصلاح الشريفي، وإبحير الزوي، وجمعة المغربي، وإسماعيل سويكر. هذا وأعلن علي الحسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية التابع للجبران أن قوات الحرس سيطرت بالكامل على بلدة النوفلية الواقعة شرقي مدينة سرت. وأوضح الحسي لقناة النبأ أن عناصر التنظيم تراجعت إلى منطقة هراوة بعد أن تمكنت قوات الحرس من السيطرة على بلدة النوفلية بالكامل خلال تقدم القوات اليوم، ولافتا إلى عدم وقوع خسائر في صفوفهم. وأشار الحسي إلى أن فرق الهندسة العسكرية بدأت في عملية إزالة الألغام من بلدة بن جواد والنوفلية بعد السيطرة عليهما بالكامل. قال مبعوث المجلس الرئاسي المقترح إلى إيطاليا أحمد صفار أن حكومته لم تدعو السفن الأوروبية لدخول المياه الإقليمية الليبية. وقال صفار بحسب وكالة رويترز أن خطوة الاتحاد الأوروبي لإرسال سفن إلى ليبيا ستساهم في تخفيف حركة الهجرة غير الشرعية في المتوسط، ولكنها قد تفقد الحكومة المقترحة الدعم اللازم في ليبيا، ومن الممكن أن تزيد في حدة الانقسام بين الأطراف الليبية في الوقت الراهن على حد قوله. أكد مركز بنغازي الطبي سقوط قذيفة هاون خلف مطابخ مركز بنغازي الطبي وخلفت أضرارا مادية دون وجود خسائر في الأرواح. هذه الحادثة للسقوط على المركز الطبي هي الرابعة من نوعها خلال هذا الشهر والثانية في أقل من أسبوع، حيث سقطت السبت الماضي قذيفة خلف مطابخ المركز إلا أنها لم تسفر عن أي خسائر بشرية بحسب ما ذكره مسؤول المكتب العالمي بالمركز خليل أجويدر في تصريحات صحفية. يذكر أن منسق الشؤون الإنسانية ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا علي الزعتري أدنى القصف الصاروخي الذي طال مركز بنغازي الطبي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ودمتم في أمان الله.